أهلا بكم من جديد. قالت جمعية الوفاق المعارضة في البحرين إن السلطات البحرينية تستخدم الجنسية أداة لمعاقبة المعارضين دون مراعاة قواعد القانون الدولي. جاء ذلك في أعقاب قرار السلطات أمس إسقاط جنسية 72 مواطنا. قالت السلطات إنهم يمثلون خليطا من عدة توجهات وتنظيمات فكرية وسياسية. ومن جهته قال خليل المرزوق المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة في البحرين، قال إن قرار السلطات سحب الجنسيات هو قرار سياسي ويغيب الشخصية الإنسانية للمواطن. وينضم إلينا ضيفنا في الاستوديو وزير شؤون الإعلام البحريني السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف ترد على من وصف أن هذا القرار هو قرار سياسي؟ القرار ليس بقرار سياسي، البحرين تشارك ضمن تحالف دولي وحراك دولي ضد الإرهاب. طيب بعد ما سحبت منهم الجنسية، يعني ما هي الصفة المدنية الآن التي توجه لهؤلاء المواطنين؟ طبعا الحالة القانونية لمن سقطت عنا الجنسية سواء داخل مملكة البحرين أو في الخارج. أدانت الحكومة الأردنية وبشدة إعدام الرهين الياباني ثاني كينجي غوتو على يد تنظيم الدولة الإسلامية بحسب وزير الإعلام الأردني محمد المومني. وأكد المومني استمرار جهود المملكة من أجل إعادة الطيار معاذ الكساسبة المحتجز لدى التنظيم، كما أدانت كل من واشنطن وباريس ولندن قتل غوتو ووصفته بالعمل الدنيء. وكان تنظيم الدولة أعدم الرهين الياباني الأول هارونا يوكاوا في 24 من الشهر الماضي. مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل حيث أكد مصدر مصري مسؤول قيام الأجهزة المعنية بترحيل الصحفي الأسترالي بيتر كريستي المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت إلى بلاده، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأضاف المصدر المسؤول أن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع السفارة الأسترالية بالقاهرة لحجز تذكرة طيران للصحفي الأسترالي، مشيرا إلى أن السفارة حجزت له بالفعل تذكرة الطيران على الرحلة المتجهة إلى سيدني في 4 من عصر اليوم. ينضم إلينا الآن بالعودة إلى آخر تطورات الشأن اليمني عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثي محمد البخيتي، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، تشكيل مجلس رئاسي من طرف واحد، هل تعتبر أن هذه حالة سياسية صحية تخدم اليمن؟ أنتم من أين تستمدون الشرعية لتشكلوا مجلس وطني وإعلان مجلس رئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وكذلك تعيين قيادات عامة للجيش؟ هذا ليس نحن أختي الفاضلة، هذا الشعب، الشعب اليمني لا يمكن أن يخضع للابتزاز القوى السياسية. الشعب عندما هناك قوى سياسية تهدد أمن، يخرج في مظاهرات مناهضة للحوثيين. صحيح، هناك من يخرج في مظاهرات مناهضة لأنصار الله، ولا الأراميون في فلسطين جزء من القومية العربية، إلا أن وزير الداخلية الإسرائيلي قرر تصنيفهم ضمن قومية خاصة. القيادات المسيحية الدينية والسياسية أكدت أن القرار يهدف إلى تفتيت الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل. مراسل العرب قاسم خطيب زار قرية الجش القريبة من الحدود اللبنانية وعاد بهذا التقرير. مشاهدينا، يمكنكم متابعة نشراتنا الإخبارية على موقعنا على الإنترنت العربتيفي.net، إضافة إلى باقة من الأخبار المنوعة والمتجددة على مدار الساعة. لكم مني أطيب تحية وإلى اللقاء.